بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس كتاب أحكام القرآن للعلامة الشيخ أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: قال أبو بكر: وقد تحدى الله الخلق كلهم من الجن والإنس بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن، بقوله تعالى، يعني تحدى الله بقوله، فالجار والمجرور متعلقان بالفعل تحدى. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم لبعض معينا. فلما ظهر عجزهم قال، أول شيء قال على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يعني يأتوا بكتاب متكامل كالقرآن الكريم. فلما ظهر عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن نزل الآن مستوى التحدي، قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فلما عجزوا قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فتحداهم بالإتيان بمثل أقصر سورة منهم. فلما ظهر عجزهم عن ذلك وقامت عليهم الحجة وأعرضوا عن طريق المحاجة وصمموا على القتال والمغالبة، أمر الله نبيهم بقتالهم. لذلك قال العلماء: الإنسان العاقل، العاقل لا يستعمل يده في مكان تنفع فيه الكلمة. متى الإنسان يستعمل يده؟ عندما يعجز العقل عن التفكير واللسان عن الكلام. لذلك العقلاء قلما يستعمل أحدهم يده. لذلك الثابت عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب أحدا بيده قط، لأنه قادر على التعبير بلسانه ودائم التفكير في عقله، فلا يحتاج إلى استعمال يده. فهم لما عجزوا عن استعمال العقل وعجزوا عن المحاجة باللسان، ما الذي حصل؟ التجأوا إلى القتال والمخاصمة. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بقتالهم بعد ذلك. وقيل في قوله تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله، أنه أراد به بالشهداء أصنامهم وما كانوا يعبدونهم من دون الله، لأنهم كانوا يزعمون أنها تشفع لهم عند الله. وقيل إنه أراد بالشهداء جميع من يصدقكم ويوافقكم على قولكم، يعني قد تجد من يوافقك على جزئية من مذهبك أو على قول من أقوالك وإن لم يكن على مذهبك. فهنا التحدي كبير وعظيم لما قال: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني ادعوا كل من يوافقكم على القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب في دعواه وأن هذا القرآن ليس من عند الله، كل من يصدقكم بذلك يهوديا نصرانيا مجوسيا وثنيا أيا كان،
ادعوا الجميع واجتمعوا وليقوي بعضكم بعضا من أجل أن تأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا من أعظم وأكبر أنواع التحدي. وقيل إنه أراد وأفاد بذلك عجز الجميع عنه، عن الإتيان بمثل أو عن الإتيان بسورة في حال الاجتماع والانفراد. إن عجزوا في حال الاجتماع فمن باب أولى أن يكون العجز موجودا حال الانفراد، كقوله جل وعلا: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقد انتظمت فاتحة الكتاب من ابتدائها إلى حيث انتهينا، إلى حيث وصلنا إليه من سورة البقرة، الأمر والتبدئة ببسم الله، يعني أمرنا الله أن نبدأ ببسم الله، وأمرنا كذلك أمرنا بالابتداء بالبسملة، وتعليمنا حمده والثناء عليه والدعاء له والرغبة إليه في الهداية إلى الطريق المؤدي إلى معرفته وإلى جنته ورضوانه دون طريق المستحقين لغضبه والضالين عن معرفته، وشكره على نعمته، كذلك أمرنا أن نشكره على نعمته. ثم ابتدأ في سورة البقرة بذكر المؤمنين ووصفهم، ثم ذكر الكافرين وصفتهم، ثم ذكر المنافقين ونعتهم وتقريب أمرهم إلى قلوبنا بالمثل الذي ضربه بالذي استوقد نارا، وبالبرق الذي يضيء في الظلمات من غير بقاء ولا ثبات، وجعل ذلك مثلا لإظهارهم الإيمان، يعني جعل هذا البرق مثلا لإظهار الإيمان، فما يكاد أن يظهر هذا الإيمان إلا أن يختفي بعد، كالبرق، فظهور الإيمان منهم ما هو إلا لحظات. وأن الأصل الذي يرجعون إليه وهم ثابتون عليه هو الكفر، كظلمة الليل والمطر اللذين يعرض في خلالهما برق يضيء لهم ثم يذهب فيبقون في ظلمات لا يبصرون. ثم ابتدأ بعد انقضاء ذكر هؤلاء بإقامة الدلائل على التوحيد بما لا يمكن أحدا دفعه من بسطه الأرض وجعلها قرارا ينتفعون بها، وجعل معايشهم وسائر منافعهم وأقواتهم منها، وإقامتها على غير سند. ومر معنا هذا أن الله أقام الأرض بدون عمد، بدون سند، لا تستند أقامها في هكذا في الفضاء دون أن تكون معتمدة على شيء، إذ لا بد أن يكون لها نهاية لما ثبت من حدوثها، وأن ممسكها ومقيمها كذلك هو الله خالقها وخالقكم المنعم عليكم بما جعل لكم فيها من أقواتكم وسائر ما أخرج من ثمارها لكم، إذ لا يجوز أن يقدر على مثل ذلك، مثل جميع ما تقدم من جعل الأرض هكذا في الفضاء دون سند تعتمد عليه، وبعد ذلك يخرج منها من النعم ما لا يعلمه إلا الله، لا يقدر على مثل ذلك إلا القادر الذي لا يعجزه ولا يشبهه شيء.
فحثهم على الاستدلال بدلائله. لأن أحبابنا الذي دائما الذي يأتي بالشيء الذي يعجز عنه الغير، إتيانك بشيء يعجز عنه غيرك دليل الانفراد به، دليل الانفراد به ودليل كمال القدرة لك على هذا الشيء. فكل هذه الأشياء التي تحدث عنها من قيام الأرض وغيرها، هذا انفرد به الباري سبحانه وتعالى، ما يستطيعه إنسان أبدا. ففيها دلالة واضحة على كمال قدرة الله عز وجل، لأن فيها انفرادا، وفيها كذلك دليل على وجود الصانع سبحانه وتعالى. فحثهم على الاستدلال بدلائله ونبههم على نعمه، يعني حثنا على الاستدلال بالدلائل التي ذكرها لنا في القرآن، ثم عقب ذلك بالدلالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بما أظهر من عجزهم عن الإتيان بمثل سورة من القرآن، ودعاهم في ذلك كله إلى عبادة الله تعالى وحده المنعم علينا بهذه النعم، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا شركاء وأنتم تعلمون، يعني والله أعلم، تعلمون أن ما تدعونه آلهة لا تقدر على شيء من ذلك، وأن الله هو المنعم عليكم به دونها. وهذا من أعظم أنواع الكفر، ومن أعظم أنواع الجحود، أن تتوجه في النعمة إلى غير المنعم، في النعمة إلى غير المنعم، فأن تتوجه بالدعاء إلى من تعلم أنه لا يضر ولا ينفع، وتهجر بعد ذلك من أنعم عليه. من أبسط الأمثلة أحبابنا، من أبسط الأمثلة، أن تأتي إلى إنسان مثلا، أنت تقوم بتعليمه وإرشاده وتقويته إلى أن يصير عالما جليلا، بعد ذلك يتعرف على غيرك، فإذا به ينسب كل هذا الفضل الذي مننت به عليه، ينسبه إلى ذلك المستحدث الذي عرفه من أيام. هذا من أكبر أنواع الجحود والكفران، هذا ما فعله المشركون. قال: وأنتم تعلمون، وأن الله هو المنعم عليكم به دونها وهو الخالق لها. وقيل في معنى قوله وأنتم تعلمون: إنكم تعلمون الفصل بين الواجب وغير الواجب. ويكون معنى أن الله تعالى قد جعل لكم من العقل ما يمكنكم به الوصول إلى معرفة ذلك، فوجب تكليفكم ذلك. وأنتم تعلمون، يعني أنتم عندكم أداة المعرفة وأداة العلم، فصارت المعرفة واجبة عليكم. ليه؟ لأن الله من عليكم بأداة المعرفة التي هي العقل، إذ غير جائز في العقل إباحة الجهل بالله تعالى. وهذا مذهب كما قلنا في الدرس السابق، بأن المعرفة للمسلمين فيها، لعلماء المسلمين فيها مذهبان، الذي ذهب إليه الأشاعرة بأنها واجبة شرعا، والذي ذهب إليه الماتريدية والمعتزلة إلى أنها واجبة عقلا. وهذا الآن يشير إليه الآن المؤلف رحمه الله، قال: إذ غير جائز في العقل إباحة الجهل بالله تعالى مع إزاحة العلة
مع إزاحة العلة، يعني مع إزاحة العلة المانعة من الجهل. لا يمكن أن يكون الجهل بالله مباحا مع إزالة أسباب الجهل بالله سبحانه وتعالى. فأعطاك الله آلة للعلم بالله وهي العقل، مع إزاحة العلة والتمكن من المعرفة، وهبك الله عقلا فأنت متمكن من المعرفة، وأزال عنك جميع الموانع التي تمنعك من معرفة الله سبحانه وتعالى. فلما قرر جميع ذلك عندهم بدلائله الدالة عليه، عطف عليه بذكر الوعيد بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يعني هذا كذلك ازداد التحدي بقوله لهم ولن تفعلوا، فهذا تحد كما قلنا باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يعني إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأمرهم باتقاء النار، يعني إن لم تعودوا إلى رشدكم وعقلكم والتصديق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنتم من وقود النار، فأنتم من أهل النار. ثم عقب بذكر ما وعد المؤمنين في الآخرة بقوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر ما ذكر. قال أبو بكر رحمه الله: وقد تضمنت هذه الآية، يعني قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تضمنت هذه الآية مع ما ذكرنا من التنبيه على دلائل التوحيد وإثبات النبوة الأمر باستعمال حجج العقول، أو نقول وقد تضمنت هذه الآية، يعني قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نعم، يعني قوله تعالى من أول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى آخر. هذه الآية نعم تضمنت مع ما ذكرنا من التنبيه على دلائل التوحيد وإثبات النبوة، تضمنت الأمر باستعمال حجج العقول والاستدلال بدلائلها، وذلك مبطل لمذهب من نفى الاستدلال بدلائل الله تعالى واقتصر على الخبر بزعمه في معرفة الله والعلم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ الآن ينكر على من يقول بأن المعرفة واجبة شرعا، بل هي واجبة عقلا، لأن الله تعالى لم يقتصر فيما دعا الناس إليه من معرفة توحيده وصدق رسوله على الخبر دون إقامة الدلائل على صحته من جهة عقولنا. يعني الباري عز وجل أخبرنا بأنه الصانع وأنه واحد وأنه القادر جل وعلا إلى آخر ذلك، ثم أشار إلينا بهذه الآية أنه ينبغي علينا أن نقيم الأدلة على جميع ذلك بعقولنا، يعني لا ينبغي أن نكتفي بما أورده الشارع من الآيات والدلائل والبراهين. وقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يدل على أن البشارة هي الخبر السار، والأظهر والأغلب
أن إطلاقه إطلاق كلمة أو لفظ البشر والبشارة يتناول من الأخبار ما يحدث عنده الاستبشار والسرور، وإن كان قد يجري على غيره مقيدا. يعني الأصل بالبشارة هي الحديث والإخبار بما يعود على المخبر بالفرح والسرور، ولكن قد تستعمل أيضا بما يعود على المخبر بالألم والشقاء والتعاسة إن صح التعبير، كقوله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك قال أصحابنا في من قال: أي عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر، فبشروه جماعة واحدا بعد واحد، أن الأول يعتق دون غيره. ليه؟ قال لأن البشارة حصلت بخبره دون غيره، ولم يكن هذا عندهم بمنزلة ما لو قال: أي عبد أخبرني بولادتها، فأخبروه واحدا بعد واحد أنهم يعتقون جميعا، لأنه عقد اليمين على خبر مطلق، عقد اليمين على خبر مطلق. فيتناول سائر المخبرين. وفي البشارة عقدها على خبر مخصوص بصفة، وهو ما يحدث عنده، ما يحدث عند الخبر، أو ما يحدث عنده السرور والاستبشار. ويدل على أن موضوع هذا الخبر ما وصفنا قولهم: رأيت البشر في وجهه، يعني الفرح والسرور. قال الله في صفة وجوه أهل الجنة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فأخبر عما ظهر في وجوههم من آثار السرور والفرح بذكر الاستبشار. ومنه سموا الرجل بشيرا تفاؤلا منهم إلى الإخبار بالخير دون الشر. إذن الأصل في استعمال البشارة في الأخبار السارة، أخبار في إيصال أخبار الخير. وسموا ما يعطى البشير على هذا الخبر بشرى، وهذا يدل على أن الإطلاق يتناول الإطلاق عندما تقول أتيتك بالبشارة، يعني بالخبر الخير، بالخبر السار. كلمة البشارة البشرى إذا أطلقت بدون قيد لا يراد بها إلا الخبر الخير السار. وهذا يدل على أن الإطلاق، هذا معنى إيش الإطلاق؟ يتناول الخبر المفيد سرورا، الذي يفيد السرور، فلا ينصرف إلى غيره إلا بدلالة. لا ينصرف لفظ البشارة إلى غير الخبر السار إلا بدلالة، بوصف، بقيد، إلى آخره. وأنه متى أطلق، يعني لفظ البشارة، في الشر فإنما يراد به الخبر فحسب. يعني فبشرهم بعذاب أليم، يعني أخبرهم بأن لهم عذابا أليما أو أليم. وكذلك قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، معناه أخبرهم بعذاب أليم. ويدل على ما وصفنا من أن البشير هو المخبر الأول، البشير هو المخبر الأول. لاحظ كيف استفاد منها إيش بالحكم، لما قال من بشرني من عبيدي بولادة زوجتي فهو حر، فأخبره مئة الذي يعتق الأول فقط. لاحظ قال: ويدل على ما وصفنا من أن البشير
هو المخبر الأول، لأن السعادة حصلت بخبره. فيما ذكرنا من حكم اليمين قولهم ظهرت لنا تباشير هذا الأمر، يعني أوله، يعني فيما يقولون قال قولهم قول العرب، يعني قول العرب ظهرت لنا تباشير هذا الأمر، يعني أول هذا الأمر. فدل على أن البشير هو المخبر الأول، ولا يقولون ذلك في الشر وفيما يغم، وإنما يقولونه فيما يسر ويفرح. ومن الناس من يقول إن أصله فيما يسر ويغم، أصل كلمة البشارة من الناس، من العرب يعني، من علماء النحو، من علماء اللغة، من يقول بأن البشارة، كلمة البشارة الأصل فيها ما يسر وما يغم، لأن معناه ما يظهر أولا في بشرة الوجه. البشارة هو الخبر الذي يظهر أثره على الوجه فقط، فسواء كان هذا الأثر فرحا وسرورا أو كان بؤسا وحزنا وألما فهو يسمى بشارة، لأنه الخبر الأول، لأنه الأثر الذي يظهر من الخبر على البشرة، الخبر الأثر الذي يظهر على البشرة بسبب الخبر. فهذا الأثر بقطع النظر عن كونه سرورا أو غير سرور، قال أن معناه ما يظهر أولا في بشرة الوجه من سرور أو غم، إلا أنه كثر فيما يسر فصار الإطلاق أخص به منه بالشر. على كل، الإطلاق بقطع النظر عن أصل فعل البشارة أو كلمة البشارة، لفظ البشارة، البشارة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الخبر الذي يتضمن الفرح والسرور والسعادة، الخبر الأول، الخبر الأول. وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء، لاحظوا أحبابنا كيف الشيخ رحمه الله يعني يقتنص من كل كلمة يتعلق فيها حكم شرعي فيدور حول هذه الكلمة. فإذا هو الآن الشيخ رحمه الله ما فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها، يعني ما تحدث عن الجنات ولا عن الأنهار ولا عن الثمار، وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ما تكلم عن هذا، وإنما أخذ فقط كلمة البشارة وتحدث عنها وبين الحكمة المتعلقة بها، فيما لو قال قائل من بشرني بكذا وكذا فبشره جماعة فإن الجزاء إنما يتعلق بالمخبر الأول. وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله، يدل على أنه علم، أن الله جل وعلا علم الأسماء كلها لآدم، أعني الأجناس بمعانيها، لعموم اللفظ في ذكر الأسماء، وعلم آدم الأسماء. وقوله ثم عرضهم على الملائكة فيه دلالة على أنه أراد أسماء ذريته. إذن وعلم آدم الأسماء كلها
نعم، يدل على أن الله عز وجل علم آدم أسماء الأجناس بمعانيها كلها، كل الأسماء. ثم قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة فيه دلالة على أنه أراد بالأسماء يعني التي علمها آدم أنه أراد أسماء ذريته، على ما روي عن الربيع بن أنس، إلا أنه قد روي عن ابن عباس ومجاهد أنه علمه أسماء جميع الأشياء. وظاهر اللفظ الدال على العموم، وظاهر اللفظ يوجب ذلك، يوجب ما ذكره ابن عباس ومجاهد بأن الله عز وجل علم آدم أسماء الأشياء كلها. فإن قيل لما قال عرضهم دل على أنه أسماء من يعقل، لأنهم إنما يطلق فيما يعقل دون ما لا يعقل. ما قال ثم عرضها، قال ثم عرضهم، وهم هذه إنما تعود على جماعة العقلاء. لذلك قال الربيع بن أنس المراد بالأسماء التي تعلمها إنما هي أسماء ذريته، مستدلا على ذلك بضميرهم، قال لأنهم إنما يطلق فيما يعقل دون ما لا يعقل، دون ما لا يعقل. قيل له لما أراد، لاحظوا أحبابنا هذا من باب التغليب، لما أراد بقوله وعلم آدم الأسماء كلها، قلنا هذا يفيد العموم فيشمل ما يعقل وما لا يعقل. لما أراد بقوله يعني الأسماء كلها ما يعقل وما لا يعقل، جاز تغليب اسم ما يعقل، جاز تغليب اسم ما يعقل، كقوله تعالى خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. لما دخل في الجملة من يعقل أجرى الجميع مجرا واحدا فقال منهم، فهذا من باب التغليب. وهذه الآية تدل على أن أصول اللغات كلها توقيف من الله تعالى، وهذا بحث طويل طرقه العلماء، ذكره هل هذه اللغات التي نتحدث بها نحن الناس هل هي توقيفية يعني من الله سبحانه وتعالى، أم هي من صنع البشر هم الذين صنعوا هذه اللغات؟ للعلماء في ذلك قولان. أول ما قرأنا هذا البحث قرأناه في كتاب أصول النحو للإمام السيوطي، قرأنا هذا الأول ما قرأناه سبحان الله في السنة السادسة في معهد الفتح الإسلامي. فإذا للعلماء في ذلك قولان، قال الشيخ الآن رحمه الله وهذه الآية بظاهرها وعلم آدم الأسماء كلها تدل على أن أصول اللغات، لاحظ أصول اللغات يعني التغيرات والتبديلات بعد ذلك، هذا من صنيع البشر، توقيف من الله تعالى لآدم عليه السلام عليها على اختلافها، وأنه علمه إياها بمعانيها، إذ لا فضيلة في معرفة الأسماء دون المعاني، وهي دلالة على شرف العلم وفضيلته. ما هو وجه الدلالة وعلم آدم الأسماء كلها؟ ليه؟ الملائكة لم ترى لآدم عليه السلام فضلا ولا مكانة،
على العكس، إنما رأوه قد خلق من تراب ومن طين، ومكث 40 عاما فخار، وهم ملائكة خلقوا من نور، فلم يروا لآدم فضلا ولا مكانة ولا مزية. فأراد الله عز وجل أن يظهر فضل آدم ومزيته واختصاصه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها. لاحظ، قال لأنه تعالى لما أراد إعلام الملائكة فضيلة آدم عليه السلام علمه الأسماء بمعانيها حتى أخبر الملائكة بها، ولم تكن الملائكة علمت منها ما علمه آدم، فاعترفت له بالفضل في ذلك. فلذلك أحبابنا، أنت عندما تعترف بعلم غيرك وتفوقه عليك ومزيته عليك، فهذه صفة ملائكية، هذا وصف ملائكي، هذا وصف ملائكي، أن تعترف بفضل ومزية غيرك عليك، وأن تعترف باختصاصه بعلم بأمر بشيء ما انفرد به هو عنك، هذا وصف ملائكي. أما الوصف الشيطاني هو أن تقول مع اعتقادك باختصاصه ومع اعتقادك بتميزه عنك أن تقول أنا خير منه، يعني أن تنظر، ما منا أحبابا ما من مخلوق كامل أبدا، أن ترى نقاط تفردك على غيرك وتغض الطرف عن نقاط تفرده عنك. لاحظ، متى تقول أنا خير منه؟ عندما تنظر إلى ما اختصصت به عنه، ويعمى بصرك وبصيرتك عما خصه الله به عنك، عند ذاك تقول أنا خير منه. أما عندما ترى ما خصه الله به وما فضله به عليك وما ميزه به عليك، تقول فلان خير مني. هذا هو الوصف الملائكي. فالملائكة لما علم الله آدم الأسماء وعلموهم وعرضت عليهم المسميات ولم يعرفوا الأسماء، قالوا علموا أن آدم خير منهم، اعترفوا له بالفضل والمزية، فلم يلاحظوا أنهم خلقوا من نور وخلق من تراب، ولم يلاحظوا أنهم منشغلون بالذكر والطاعة وغير ذلك، إنما لاحظوا تلك المزية فاعترفوا له بالفضل. هذا هو الوصف الملائكي، وهذا فيه تنبيه لنا أحبابنا تماما. لذلك أهل الله ماذا قالوا؟ قال من هو الولي؟ أو ما هو التواضع عفوا؟ ما هو التواضع؟ التواضع أن تخرج من بيتك ولا ترى لأحد من الخلق لك عليه مزية أو فضل. أو التواضع أن تخرج من بيتك ولا ترى أحدا من الخلق إلا وله فضل عليك. إيش يعني فضل عليك؟ يعني ليس صاحب نعمة، لا، بل هو يعني زاد عليك بأوصاف أنت لم تتصف بها. يعني أنا أخرج من بيتي وأنظر إلى الكمالات التي يتصف بها الآخرين وقد حرمت أنا منها، حيث أنا أتهم نفسي فأرى غيري خيرا مني، حيث أرى إنسان مثلا يصلي مثلا أو حامل سبحة، ما شاء الله فلان يذكر الله عز وجل، هنيئا له إخلاصه بذلك. أما أنا أذكر الله ولكن لا أدري، لعلي مرائن، أتهم نفسي وأنزه غيري. هذا هو التواضع، هذه هي صفة الملائكية. لاحظوا أحبابنا، يعني هذا ملمح جليل.
الله. إذا لأنه تعالى لما أراد إعلام الملائكة فضيلة آدم علمه الأسماء بمعانيها حتى أخبر الملائكة بها، ولم تكن الملائكة علمت منها ما علمه آدم فاعترفت له بالفضل في ذلك، فلا تنكر فضل غيرك. لذلك نحن أحبابنا عندما نرى الكبار، الكبار حقيقة يلتقي بعضهم ببعض، نجد كل واحد منهم ينزل الآخر منزلته. ومن الناس من يقول إن لغة آدم وولده كانت واحدة إلى زمان الطوفان، كانت لغة واحدة، فلما أغرق الله تعالى أهل الأرض وبقي من نسل نوح من بقي، وتوفي نوح عليه السلام وتوالدوا وكثروا، أرادوا بناء صرح ببابل يمتنعون به من طوفان، إذ كان بلبل الله ألسنتهم، إذ كان بلبل الله ألسنتهم، فنسي كل فرقة منهم اللسان الذي كان على، فبلبل، البلبلة في الأصل في اللغة إذا رجعنا إلى لسان العرب وغيره نرى بأن البلبلة معناها اختلاط الألسنة، اختلاط الألسنة. لذلك قيل سميت أرض بابل، بابل سميت تلك الأرض ببابل، قال لأن الله تعالى حين أراد أن يخالف بين ألسنة بني آدم، لما أراد الله عز وجل أن يخالف بين ألسنة بني آدم بعث ريحا فحشر من كل أفق إلى بابل، من كل مكان هكذا أتى إلى بابل، فبلبل بها ألسنتهم، يعني إيش؟ خلط بها ألسنتهم ثم فرقتهم تلك الريح، الريح التي جمعتهم فرقتهم في البلاد. إذن إذ كان بلبل الله ألسنتهم، خلط الله ألسنتهم، فنسي كل فرقة منهم اللسان الذي كان عليه، وعلمها الله الألسنة التي توارثها بعد ذلك ذريتهم، وتفرقوا في البلدان وانتشروا. ومن الناس من يأبى ذلك ويقول لا يجوز أن ينسى إنسان كامل العقل جميع لغته التي كان يتكلم بها بالأمس، وإنهم قد كانوا عارفين بجميع اللغات إلى أن تفرقوا، يعني الناس كانوا عارفين بجميع اللغات ثم تفرقوا بعد ذلك، واختصت كل فرقة بلغة، فاقتصر كل أمة منهم على اللسان الذي هم عليه اليوم. يعني ما في حاجة أن نتكلم، أنا مثلا أريد أن أتحدث معك بحديث بمئة كلمة، أتحدث معك بمئة لغة، كل كلمة بلغة أنت تفهم علي لا شك في ذلك، ولكن ما في حاجة، تعال نقتصر على لغة واحدة نتكلم فيها فيما بيننا. فالجيل الأول كان يعرف جميع اللغات، ولكن الجيل الثاني صار يسمع فقط لغة واحدة، فنسيت تلك اللغات بالنسبة للجيل الثاني، أو قد يبقى، أما الجيل الثالث أكيد ينسى تماما، ما يعرف شيئا عنها. قال مولانا. نعم فضل. يعني ما حكم علم يعني تعلم لغة نفسه، يعني اللغة الجنسية، أو ما حكم نسيان اللغة الجنسية؟ ينسى الإنسان لغة بلده يعني قومه؟ نعم. هو قال لك هذا لا يصح، يعني لا يتصور العقل أن ينسى إنسان لغة قومه، هذا شرعا هذا يجوز، بس ولكن هل هذا عقلا جائز؟ هل رأيت أنت إنسان نسي لغة قومه؟ لا
معذرة طبعا، أنا عندنا يعني على الأسف هكذا. لا لا انتبه، في فرق، لا في فرق، في انظر أخي، في فرق بين إنسان مثلا، أعطيك إنسان عربي وولد في فرنسا من أبوين عربيين، فالأب والأم في بيتهم يتكلمون كثير من الكلمات بالفرنسية، اعتادوا على ذلك لأن المحيط بهم يتكلم بالفرنسية ويتكلمون أحيانا بالعربية، فالولد ينشأ يحفظ من العربية شيئا ومن الفرنسية أشياء كثيرة، فهذا لا نقول عنه بأنه نسي لغته، هذا لم يعلم لغته، لغة قومه، هذا لم يعلم. أما الإنسان عندما يتعلم، ينشأ في بلد يتعلم لغته، لا، اللغة لا تنسى، اللغة التي يتعلمها الإنسان ينطق بها لا تنسى. يعني الإنسان مثلا إذا أراد أن يقول مثلا أريد أن أتناول كأسا من الشاي، أهمل هذه الكلمة، ما قالها مثلا 10 سنوات، بعد 10 سنوات أراد أن يشرب الشاي، ألا يستطيع أن يقول أريد أن أشرب كأسا من الشاي؟ يعرف ذلك، اللغة لا تنسى. تمام شيخ عبد الله؟ قال ويقول لا يجوز أن ينسى كل إنسان. قال فاقتصر كل أمة منهم على اللسان الذي هم عليه اليوم، وتركوا سائر الألسنة التي كانوا عرفوها ولم تأخذها عنهم أولادهم ونسلهم، فلذلك لم يعرف من نشأ بعدهم سائر اللغات. الله. قال باب، أتحدث الآن عن السجود لغير الله، باب السجود لغير الله تعالى. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، روى شعبة عن قتادة أن الطاعة كانت لله تعالى في السجود لآدم، أكرمه الله بذلك، يعني لما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا، الأصل من الذي حرم السجود لغير الله؟ الله هو الذي حرم السجود لغيره، فإذا ما أمرك بما حظره على غيرك، إذا أمرك الذي سن هذا القانون أمرك بما حظره على غيرك فنفذت ما أمرك به، فأنت مطيع أم مخالف؟ أنت مطيع ولست مخالفا، لأنك تنفذ أمر من حضر ولا تخالف أمر من حضر. قال أن الطاعة كانت لله تعالى في السجود لآدم، أكرمه الله بذلك. وروى معمر عن قتادة في قوله وخروا له سجدا، قال كانت تحيتهم السجود، وهذا كان في كثير من الأزمنة. يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما قدم إليه أبوه وأمه وسجدوا له، هذا يسمى سجودا، هذا سجود تحية، وكان مشروعا، وليس يمتنع أن يكون ذلك السجود عبادة لله تعالى، أن يكون ذلك السجود لآدم لا يمتنع أن يكون عبادة لله تعالى وتكريمة. لما الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود، فتنفيذ أمر الله ما هو؟ ماذا نسميه؟ عبادة. كما نحن الآن عندما نسجد لله، إلى أي شيء نتوجه؟ إلى القبلة. فسجودنا إلى القبلة، إلى الكعبة، إلى جهة الكعبة،
سجودنا إلى جهة الكعبة ماذا نسميه؟ نسميه طاعة ونسميه عبادة. وعلى ما يدل؟ يدل على تعظيم الكعبة وتعظيم الجهة. فلذلك من استهان بجهة القبلة فقد كفر، ومن استهان بالكعبة فقد كفر، لأنه استهان بما عظمه الله سبحانه وتعالى. فإذا لا مانع أن يكون السجود عبادة وتحية بآن واحد، في آن واحد. قال: وليس يمتنع أن يكون ذلك السجود عبادة لله تعالى وتكريمة وتحية لآدم عليه السلام، وكذلك سجود إخوة يوسف عليهم السلام وأهله له، وذلك لأن العبادة لا تجوز لغير الله تعالى، والتحية والتكريمة جائزان لمن يستحق ضربا من نوعا يعني من التعظيم. ومن الناس من يقول، يعني من العلماء من يقول إن السجود كان لله وآدم كان بمنزلة القبلة لهم، وليس هذا بشيء، لأنه يوجب أن لا يكون لآدم في ذلك حظ من التفضيل والتكريمة، وظاهر ذلك يقتضي أن يكون آدم مفضلا مكرما، فذلك كظاهر الحمد إذا وقع لمن يستحق ذلك، يحمل على الحقيقة ولا يحمل على ما يطلق من ذلك مجازا، كما يقال أخلاق فلان محمودة ومذمومة، لأن حكم اللفظ أن يكون محمولا على بابه وحقيقته، هذا الأصل في حمل الألفاظ أن يراد بها الحقيقة، ما لم يدل دليل ما لم يدل دليل على إرادة المجاز. ويدل على أن الأمر بالسجود قد كان أراد به تكريمة آدم عليه السلام وتفضيله قول إبليس فيما حكى الله عنه: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فيفهم من ذلك فهما واضحا أن المراد بالسجود لآدم إظهار فضله، إظهار مزيد فضله وإكرامه وإعلاء شأنه. أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيت هذا الذي كرمت علي؟ لاحظ، فأخبر إبليس أن امتناعه من السجود كان لأجل ما كان من تفضيل الله، كلمة كان هذه تحتاج إلى تأخير، فأخبر إبليس أن امتناعه من السجود كان لأجل ما كان من تفضيل الله وتكريمته لآدم عليه السلام بأمره إياه بالسجود له. ولو كان الأمر بالسجود له على أنه نصب، جعل آدم يعني قبلة للساجدين من غير تكريمة له ولا فضيلة، لما كان لآدم في ذلك حظ ولا فضيلة تحسد، يعني يحسد عليها، كالكعبة المنصوبة للقبلة. والكعبة الآن منصوبة للقبلة، الآن نتوجه إليها، أليس لها فضيلة؟ هي لها فضيلة ولها مكانة. وقد كان السجود جائزا في شريعة آدم عليه السلام للمخلوقين، ويشبه أن يكون قد كان باقيا إلى زمان يوسف عليه السلام، فكان فيما بينهم لمن يستحق ضربا نوعا من التعظيم، ويراد إكرامه وتبجيله بمنزلة المصافحة والمعانقة فيما بيننا، وبمنزلة تقبيل اليد. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في إباحة تقبيل اليد أخبار، وقد روي الكراهة، إلا أن السجود لغير الله تعالى على وجه التكريمة والتحية منسوخ، فهذا من كبائر الإثم لا يجوز، منسوخا بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها وجابر بن عبد الله وأنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر.
ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا لفظ حديث أنس ابن مالك. الله. وقوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكون أول كافر به. هذا خطاب لبني إسرائيل. انتقلنا الآن من الحديث عن سجود آدم إلى الحديث عن بني إسرائيل. قيل إن فائدة قوله ولا تكون أول كافر به وآمنوا بما أنزلت، الخطاب اليهود، وآمنوا بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا حالة كونه مصدقا لما معكم لما ذكر معكم في التوراة، ولا تكونوا أول كافر به بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قيل إن فائدة قوله ولا تكون أول كافر به وإن كان الكفر قبيحا من الأول، يعني أول شخص كفر فعله قبيح وآخر شخص كفر كذلك، فالكفر الواقع من أول جماعة قبيح، وكذلك الكفر الواقع من آخر جماعة كذلك قبيح. فلماذا قال ولا تكون أول كافر به؟ قال وإن كان الكفر قبيحا من الأول والآخر منهيا عنه الجميع أن السابق، لاحظوا أحبابنا هنا الآن تكمن يعني زيادة القبح، يعني الآن عندما تفعل المعصية، تفعل المعصية أشأم معصية، أشأم المعصية هو بدايتها منتهى الفساد ومنتهى القبح، أن يكون الإنسان المبتدئ بالمعصية، فكل الإثم وكل الوزر وكل القبح يلتصق بمن ابتدأ بالمعصية، ثم بعد ذلك يأتي من يفعل المعصية فعله قبيح، ولكن من ابتدأ فعله أشد قبحا، من ابتدأ أشد إثما، من ابتدأ أشد وزرا إلى آخره. قال أن السابق إلى الكفر يقتدي به غيره فيكون أعظم لمأثمه وجرمه، كقوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا، لاحظ مع أثقالهم، يعني الذي يفعل المعصية ثم يقتدى به يحمل وزر معصيته وأوزار من اقتدى به دون أن ينقص ذلك من أوزارهم مثقال ذرة، يعني هم يحملون أوزارهم كاملة ولكن هو يحمل وزره ووزر من اقتدى به. وقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن على ابن آدم القاتل كفلا، إن على ابن آدم القاتل قابيل، أول من سن القتل، أول من شرع القتل كفلا نصيبا حظا من الإثم في كل قتيل ظلما. ليه؟ قال لأنه أول من سن القتل، وقال عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم قال الله تعالى، أو ثم قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لا يزال الخطاب إلى بني إسرائيل. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.